كلية العلوم نشأت مع بداية تأسيس جامعة الزرقاء في العام 1994 ميلادي. تضم كلية العلوم في الوقت الحالي قسمين أكاديميين بالإضافة إلى وحدة المساقات الخدمية، قسم الرياضيات ببرنامجي البكالوريوس والماجستير، وأيضاً قسم الفيزياء ببرنامجي البكالوريوس والماجستير. كما تتطلع الكلية إلى استحداث برامج جديدة. بالنسبة لوحدة المساقات الخدمية، فهذه الوحدة تخدم جميع الكليات في جامعة الزرقاء لما تقدمه من متطلبات علمية. تضم الكلية نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين علمياً وبحثياً، وتنفرد كلية العلوم بعقد مؤتمر دولي دوري في علوم الرياضيات. هذا المؤتمر الذي اتخذ صفة الدولية من حيث التحكيم والمشاركة. نفخر بخريجينا الذين تميزوا في مواقعهم، من خريجينا من أكمل الدراسات العليا وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعات عالمية مرموقة. أهلاً وسهلاً بكم في كلية العلوم، أهلاً وسهلاً بكم في جامعتنا جامعة الزرقاء.